الوحيده اللي درها السلام عليكم وأهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه التغطية، ويسرنا أن نرحب بضيفنا هنا في الأستوديو الإعلامي والكاتب الصحفي عصام الزبير. مرحبا بك سيد عصام. سيد عصام، لو بدأنا معك بالتعليق على آخر المستجدات، ربما آخرها بيان وزارة الداخلية الموقع من السيد وزير الداخلية المكلف فتحي بشاغة، وتحذيره من الشرخ الاجتماعي الذي ربما يحدثه حفتر بجره لأبناء المنطقة الشرقية وأبناء قبائل ليبية في حروب مع أبناء شعبهم، كيف تعلق على هذا البيان وأهميته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك وأحيي الضيوف الكرام وأحيي كل من يتابعنا وكل العاملين بهذه القناة التي تبذل جهدا كبيرا في إيصال المعلومة الصحيحة والحقيقية وإطراء فكر المواطن من أجل أن يكون يعلم ما يحيط به من مخاطر. حقيقة أن ما موقف السيد وزير الداخلية يشاد به موقف كبير جدا، موقف حقيقة وطني. أنا أعتز بأن هذا الشخص الآن وعى هذه المرحلة بأكثر مما كان عليه في السابق، بل الآن أصبح يقود حركة الوعي حقيقة وحركة النتائج على الأرض. يجب أن نوضع حد لهذه العملية، عملية تمزيق النسيج الاجتماعي. حفتر عندما قام بعملية الكرامة كان أراد بها من طرابلس، لكنه لم يجد من يستقطب هذه الحملة، فذهب إلى بنغازي وعمل على اللعب بين القبائل، وأصبح يغلب قبيلة على أخرى وضرب القبائل ببعضها، فمزق النسيج الاجتماعي بين غرب وشرق، وجعل من عملية التصفية حتى نزح أكثر من 100,000 عائلة نتاج ذلك. وهذا تمزيق حقيقة للنسيج الاجتماعي. زد على ذلك أنه ذهب إلى درنا وخلق فيها فتنة أخرى عن طريق الإرهاب، من الإرهاب وهؤلاء قاعدة، هؤلاء داعش، هؤلاء، بالرغم أنهم حاربوا داعش باستخدام الإعلام المسيس والإعلام الممنهج، أصبحت حتى عقول الناس بعضا منها تصدق هذا الكلام، وخلق في درنا تفككا حقيقة في بينها، وجعل حتى التضارب بين بعضها، وخرج الشرفاء منها، وإن كان الشرفاء موجودين في بنغازي وفي درنا، أيضا دخل إلى مدينة إلى الجنوب وأحدث بين التبو وبين القبائل الأخرى، وصارت هناك تمزق في النسيج بعد أن كانوا هؤلاء مع بعضهم البعض. وإن كانت وجود نعرات بعد ثورة 17 فبراير حقيقة أراد البعض استفادة منها من أجل تحقيق مصالح ودخول إلى المحاصصات في الوزارات وغيرها، الآن يحاول، والله أنا أقولها بصراحة، يحاول وبقوة الآن تمزيق النسيج الاجتماعي في الغرب. كيف؟ قام بالاستحواذ على مدينة غريان واستقطب مدينة ترهونة، هاتان المدينتان في الغرب. أراد أن يجعل من سفهاء القوم هم موجودين على هذه القاعدة، حتى بعض يعني المنتمين لقبيلة الزنتان أيضا، نعم، حاول أن يشق صفهم، نعم، لكن الزنتان حقيقة عندها مزايا الموقف أن هي دائما تصطف مع بعضها البعض، ودائما الزنتان يقفون على موقف واحد حقيقة، حتى وإن كان الآخر انشق لا يعتبر له قيمة مثل ما الذين استمروا مع الأغلبية، هذه حقيقة موجودة عندهم، دائما يصطفون. ترهون التي كانت حقيقة من أفضل المدن الليبية بعدا عن الحرب وبعدا عن كل شيء، حتى في وكانوا شيوخ لهم قيمة ووزن كبير جدا حقيقة، أنا أقولها بصراحة، ودائما كنت أشيد بهم بعد ثورة 17 فبراير، لأنهم حموا مدينتهم وقاموا بتأييد الثورة دون وجود أي اشتباكات داخلها. الآن دخلوا المعركة بشيء حقيقة مخزي جدا، ما كنا نتوقع من ذلك. نحن لسنا نخشى اللواء السابع ولا اللي ترقى اللواء التاسع، لكن نخشى هذا الشرخ، هذه الفتنة التي صنعها حفتر. من يستفيد بها؟ لن يستفيدوا بها الترهونة، مدن وقبائل متجاورة، نعم، وفي بينهم نعم علاقات مناسبة ومصاهرة وجوار، نعم، هو من يستفيد؟ من يستفيد بها الترهونة؟ سيستفيدوا بها الذين أخذوا الأموال، أولئك المال الفاسد، يدعون أنهم سيحاربون الفساد في طرابلس وهم وراء سارق بنك ليبيا المركزي في بنغازي. أنت إذا كنت تريد أن تدع تعال لوحدك
ولا تقوم مع يد ملوثة بالسرقة ولا يد ملوثة بالإرهاب. هو يريد أن يجعل من هاتين المدينتين، طبعا غريان الآن عصية حقيقة، حتى وإن حتى غريان هناك سيطرته هناك بعض من أبنائها للأسف مثل عادل إدعاب وكذا، نعم، لكنه يعني لا يمثلون قوة في غريان حقيقة، أقولها لك. ولم تخرج بغريان الآن ببيانات، ولم تخرج بأشياء، بالعكس غريان الآن كانت بداية في الصدمة، الآن في الوضع الذي تتور فيه وتتحرك. ترهون لا، ما زالت إلى اليوم تجتمع وتعقد مؤتمرات للقبائل الليبية، نعم، للجيش، أما جيش هذا الجيش الذي يتكون من هذا الشلتت وهذا ما سمعتموه من أشياء وما تسمعونه وما تلاحظونه من حركات يقومون بها بدك المواطنين ويشم في رائحة الزبدة ومش عارف شنو والكلام هذا، هو جيش. هل يحاول حفتر يعني هو الآن يا سيد عبد الرحمن؟ نعم. سيقوم بعملية مخزية لأن المجتمع الدولي الآن ضغط عليه، سيقوم بسحب أبناء المنطقة الشرقية ويضع بعد ذلك المواجهة بين ترهونة والذين يتواجدون من قواته في غريان وبعض من الفلول التي في العجلات وفي الجمال وفي تلك المناطق، من أجل أن يظهر بأن الصراع بين المنطقة الغربية بعضها البعض، ومن هنا يشق ويمزق المنطقة الغربية التي تميزت. حتى لو تعيد هذه الفكرة أكثر، ما هي الاستراتيجية التي ربما يعتمد عليها الآن؟ هو حيعتمد على الموجودين الآن في ترهونة والذين يشكلون قوة كبيرة. وأنا أحيي الأستاذ كان معنا في الحلقة المحلل الاستراتيجي سليمان بن صالح، قال هؤلاء قوة شرسة، وقال بأن هؤلاء قوة شرسة الذين يتواجدون في اللواء السابع. يقاتلون بقوة، وأيضا جيش القبائل اللي موجود في جهة الزهرة لأنهم يقاتلون بقوة، يخشون يعني الانتقام من القبائل التي مجاورها. نعم، فلذلك اعتدوا عليها. نعم، وقال إن قوة الشرق عندما تأتي بالهجوم ماذا يحدث لها؟ تترك سلاحها وتهرب. وهذا سيجعلنا نحن الآن في طوق، ليس عنده أين يهرب، هذا منطقته قريبة. أيوة، نحن عندنا الآن طوق اللي هو موجود في ترهونة، والطوق والمدينة الأخرى المستحوذين عليها والتي تواجد فيها بعض هؤلاء العصابيون، العصابات الهمجية في غريان، وبعضها متواجد في محاور بقايا الآن الذي محاصرين فيها الآن في وادي الربيع وعين زهرة، والذين هم ينتمون زي ما رأينا في معسكر 27، هي كلها المنطقة الغربية أغلبهم، خلينا حق صغار صح، لكن المنطقة الغربية، لكنهم كانوا على مشروع غريب جدا أن يبنى هؤلاء في ظل حكومة لم تراقب. هؤلاء يبنون في أفراد باعتقاد منهم عسكريين، لكنهم ميليشيات منظمة من أجل المال ومن أجل حصول أشياء، موجودين في العجلات وموجودين في الجمال وموجودين في المناطق هذه. ورك دليل، هؤلاء عندهم انتماء لحفتر، هؤلاء سيبقون وين؟ في طوق المنطقة الغربية، ويحركهم حفتر بعد ذلك ويدعي أن الحرب بين المنطقة الغربية وأنهم يحاربون الإرهاب، وأن هؤلاء جاء يحاربون الإرهاب اللي يقولوا لهم الإسلام السياسي. نفس حفته، نفس يعني القذافي عندما كان يحارب الإسلاميين كان يسميهم بالإرهابيين والمقملين والواحد. الآن نفس المصطلحات، نفسه حتى نفس العمليات، اقتل المدنيين واقصف المدنيين وانتهك البيوت واسرقها ودير فيها مدير تحت شعار مكافحة الإرهاب تستبيح كل المحرمات. ولذلك دائما الطغاة، أقولها بصراحة، لا تجدها في حكم المدنيين، تجدها في العسكريين. الطغاة يستعملون حربهم دائما بأنهم يحاربون الإرهاب وهم في حد ذاتهم إرهابيين. لو رأينا حتى تفصيل الإرهاب في الأمم المتحدة ولا في وضعيته، حتى ميثاق الأمم المتحدة يقول حماية المدنيين والسلم والاستقرار والموجود. حتى إذا أنت تقصف عاصمة، هل أنت تحقق السلم؟ إذا أنت أمس الساعة 3 في الليل تقوم بالقصف لمدن، هل هذا هو؟ وقال السيد فتحي بشارة، قال إن هدفه الحقيقي هو أن يحكم ليبيا من خلال يعني إدخالها في حروب. أريد أن أسأل يعني حقيقة أن مسألة الانقسام المجتمعي هذا والشرخ الاجتماعي مسألة ربما خطيرة، وحذر منها السيد وزير الداخلية فتحي بشارة. كيف من وجهة نظرك سيد عصام يعني يمكن تجنب، ما هي الإجراءات التي يمكن بها تجنب حصول هذا الشرخ الاجتماعي؟ هو الشرخ هذا الاجتماعي سيد عبد الرحمن راي يولد حتى شرخ آخر. احنا رأينا حتى في عملية التعليم،
امتحانات مختلفة، قرارات حكومية تختلف، حكومة موازية، هذا من غير الشرخ الاجتماعي. هذا الشرخ، هذا انقسام سياسي. نعم حيقسمنا. نعم. هذا الانقسام السياسي هو اللي متولد، لأن المشكلة منظمات المجتمع المدني أغلبها تشتغل بتوب سياسي. شيوخ القبائل يشتغلوا بتوب سياسي، شيوخ المصالحة بعض منهم يشتغل بتوب سياسي، ولذلك يصبح هذا الشرخ من غير اجتماعي يتولد عنه شرخ سياسي، ويولد شرخ عسكري يدخلنا في حروب ويدخلنا في إشكاليات كبيرة جدا، ليس كشرخ اجتماعي فقط. علينا الآن بتجنب كل النعرات، ابتعاد عن وضع القبلية، الابتعاد عن إظهار أن هذه القوات هي تنتمي لفئات معينة أو تيارات معينة أو اتجاهات معينة، إنما تنتمي إلى الوطن. علينا أن نغزوهم عقليا وفكريا بأن هذا الذي يفعلوه الآن من قبل قوات حكومة الوفاق هي من أجل ليبيا ومن أجل العاصمة. طيب. ومن أجل حماية المدنيين ومن أجل حماية الأمن والاستقرار المجتمعي. علينا أن نبعد ونظهر هذه الجرائم ونوثقها على أن هؤلاء مجرمين ليس لديهم هدف إلا السرقة ومصلحتهم الخاصة ومنفعتهم الأساسية. علينا أن نظهر أن هؤلاء. طيب. القادة هم منتفعون وراهم أجندات أجنبية لا تخدم ليبيا بل تخدم. نعم. مستقبلهم. طيب. ومقام على الكرسي. المحامي والمستشار القانوني سيد إبراهيم الفلاق، مرحبا بك سيد إبراهيم. مساء الخير يا أخي الحبيب سيد إبراهيم الفلاق. أحييك. نعم معك. تفضل. مرحبا بك سيد إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي ضيوفك الكرام. في البداية أترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب الجرحى ويعجل بهذه إنهاء هذه المحنة إن شاء الله تعالى. أخي الكريم. نعم. نعم أهلا وسهلا بك سيد إبراهيم الفلاق. نتحدث أنا وضيفي هنا يعني حول بيان وزير الداخلية السيد فتحي باشاغا بشأن خطورة انقسام المجتمع الليبي وأثر الشرخ الاجتماعي الذي يحاول مجرم الحرب حفتر إحداثه في المنطقة وفي الشعب الليبي، وأريد أن أسألك يعني حول خطورة هذا الموضوع وكيف يمكن تجنبه بالطرق القانونية. نعم، هو في الحقيقة الآن الظاهر من بداية مشكلة الأزمة السياسية الحاصلة والراهنة في ليبيا وبداية الصراع السياسي وظهور وثيقة أو مسودة وثيقة فبراير ونشأة ما يسمى بمجلس النواب وظهور عملية الكرامة في سنة 2014، لا شك أن هناك يعني شرخ اجتماعي حصل، وهذا أمر واقعي لا ينكر أحد يعني. وهذا الأمر مستمر إلى يومنا هذا وتزايد أكثر بدخول هذا المجرم وعزمه على غزو طرابلس، لأن هناك مؤيدين معه من المنطقة الشرقية، وحتى لا ننكر يعني الحقيقة أن هناك يعني شريحة من الناس الحقيقة المغرر بهم في المنطقة الغربية الذين يعتقدون أن هذا الشخص أو هذا المجرم يعني جاء بمشروع ديمقراطي ومشروع حفظ الأمن، وهو كل هذه شعارات كما يعني نحن نعرف. مسألة إنهاء هذا الشرخ أو المساعدة على إنهاء. طيب قبل أن ندخل في مسألة إنهاء هذا الشرخ أستاذ إبراهيم الفلاق، أريد أن أسألك يعني بداية أو قبل ذلك حول مفهوم الشرخ الاجتماعي، ما معنى الشرخ الاجتماعي وما المقصود به؟ والله الحقيقة هو الشرخ الاجتماعي، احنا في ليبيا في المجتمع الليبي رانا ما عرفناش بالمستوى اللي شفاته بعض الدول الأخرى، يعني مثلا اللي قامت فيها حروب أهلية ونزاعات وتصفيات وإبادة جماعية، احنا يعني المسألة قاعدة مسألة تأييد سياسي، ما نقدروش نقول الشرخ الاجتماعي بالمعنى الكبير يعني. بدليل نعطيك دليل، يعني في 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 معركة فجر ليبيا في سنة 2014 حصل بعض التوتر ما بين المناطق في ليبيا وفي غرب ليبيا، منها من انضم لمشروع الكرامة ومنها من استمر على طريق الثورة وانضم لثورة التصحيح وفجر ليبيا، والآن نراهم في خندق واحد. يعني موضوع الشرخ الاجتماعي ليس بعميق عندنا احنا من ناحية واقعية، يعني هي المسألة مسألة ميول. لكن يعني ما المقصود بالشرخ الاجتماعي؟ مثلا عداوات ما بين الأقارب، حملات انتقام مثلا وقتل، ما هو المقصود منه؟ ما هو مفهومه؟ لا يمكن أن يعني تصوير الشرخ الاجتماعي بمفهوم الكلمتين هذين، لا يمكن تصويرهم في معنى محدد.
هو يعني كل ما يذكر في هذا الشأن هو يذكر على سبيل المثال. هناك العداوات ما بين المناطق، هناك أو الحرب الأهلية، هنالك مثلا التصفيات، العداوة، أشياء كثيرة يعني لا يمكن حصرها الحقيقة. ولكن مهما كان شكل هذا العداء فيمكن أن يطلق عليه شرخ اجتماعي، وهو جزء منه حاصل، مش بالمعنى المطلق اللي موجود عندنا موجود يعني في الدول الأخرى. إنما الحقيقة لما نشوفه حتى في بعض التجارب اللي شفناها في العالم، حصلت حروب أهلية كبيرة، وحصلت إبادات، وحصلت يعني موت، وحصل تهجير جماعي. ولكن في ليبيا ما زال الأمر حقيقة في بعض القلاقل اللي تؤدي إلى نشوء بعض المظاهر في هذا الشرخ. طبعا العوامل المساعدة هي يعني مثل موضوع الكرامة وثورة الكرامة الكاذبة، وموضوع يعني العهود الكاذبة التي يطلقها مجرم الحفر، مجرم الحرب حفتر، بأنه سيقوم بمحاربة الإرهاب، وأنه يصور أن أهل طرابلس والمنطقة الغربية يتعاملون مع القاعدة وتنظيم الدولة وإلى آخره. هذا الأمر يعني فيه نوع من، مش يعني نحن ما نقدروش نقوله أنه هو شرخ اجتماعي بشكل مطلق، لأننا متفائل بإذن الله تعالى أنه حينتهي أصلا، وفيه في القريب إن شاء الله حسب العوامل اللي موجودة أمامنا الآن. فالمسألة الآن يمكن أن نطلق عليها مسألة تأييد سياسي أو تأييد فريق عن فريق آخر، مش نعم. لا طيب نستطيع طيب أن نطلق ابقى عليها معي طيب ابقى معي دعني أعود هنا إلى ضيفي عصام الزبير. عصام الزبير، يعني الشرخ الاجتماعي، يعني تحدث ضيفي والمتداخل السيد إبراهيم الفلاق يعني عن بعض عوامل التي تحدث هذا الشرخ الاجتماعي، وهو سؤال مهم: كيف يتم إحداث الشروخ الاجتماعية والضغينة ما بين القبائل وبين حتى الأسرة الواحدة أحيانا، يعني يتخاصم الإخوة أو الأب وأبنائه إلى آخره، كيف يتم وما هي أدوات إحداث هذه الشروخ الاجتماعية؟ شوف عندك، احنا منذ بداية وعينا قال واحد لحركات القدافي كان يضرب قبائل بقبائل، حتى أن جعل بعض القبائل كبيرة والقبائل الأخرى جعلها ضعيفة تستغل لهذه القبائل الكبيرة، ولذلك جعل قبيلته فوق، وبعد ذلك جعل قبائل أخرى نتيجة لوجودها يسلطها على قبائل أخرى موجودة ضعيفة. إما هذه القبائل ضعيفة أن تلتحق بها وتحتمي بها وتستغل تحتها كالعبيد، وتبقى بعد ذلك هذه القبيلة تزيد في العدد وتصبح تقارع هذه الكبيرة. عندما يعلم بقوة هذه القبيلة يسلط عليها القبائل الأخرى ويقوم بنزعها. وهذا ما جعل هذا الصراع ناشئ في النفس، موجودة في النفس، نتيجة حتى أن هذه المناصب التي كان يوزعها بلحمية على القبائل، وكان يعطيها القبائل التي هي قريبة منه أو التي تأتمر بأوامره وتقوم به، فكان يسعى بقوة لهذا الأمر. جعل الناس الآن قريبا قديما يعني والآن تسعى لأن تكون دائما في الصورة في الوضع القرار وفي محل القرار، فأصبحت حتى في الأسرة تجد هناك من هو في اللجان التورية أو فريق العمل التوري ويستفاد منه أعضاء الأسرة. هذا الأمر عندما بدأت الثورة انقسم حتى الشعب بين أزلام وجردان وطحالب، وبعد ذلك تغير، بعد قلبت إلى كرامة وفجر ليبيا، والآن تغيرت إلى كرامة وإلى ثوار طرابلس. طيب بحكم أنك إعلامي وصحفي يحدث. نعم بحكم أنك إعلامي وصحفي، ما هو دور الإعلام والتحريض والتجييش الإعلامي في إحداث مثل هذه يعني إطلاق الشماعات على قبائل معينة أو على جهات معينة، مثل ما يطلقون على الغرب بأنهم دواعش وإلى آخره غرب ليبيا، ما هو دور الإعلام والتحريض الإعلامي في إحداث هذه الشروخ؟ حقيقة أنا ديما نقول فيها حتى مرات بعض الإعلاميين يزعلوا منها، وحتى في شيء أشياء في الإعلام لابد تكون واضحة، أنه لا يوجد إعلامي بدون قضية، ولذلك حتى أنا بعض المراصد قالت هذا ليس إعلامي، هذا يتكلم في السياسة فليس إعلامي. كلهم أغلب الإعلاميين وبالذات حتى في أمريكا يخرج يوم السبت أو الأحد ويتحدث في السياسة، وهؤلاء إعلاميون وصحفيون مشهورون. الإعلام لابد أن تكون لديه قضية، CNN الآن لديها قضية ضد طيب. ترامب لم يتم توقيفها، وضح أنها ليست إعلامية. طيب أستأذنك أستاذ عصام الزبير، لأن دخل معنا الآن عبر الهاتف السيد حسن كناوس وهو قائد ميداني، لا نريد أن نتأخر عليه. مرحبا بك سيد حسن كناوس، نرحب بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تحدثنا سيد حسن حول المجريات الميدانية التي تجري حولك الآن. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، كما نترحم على شهداءنا الأبرار، واللهم اشفي جرحانا يا رب العالمين. وبالنسبة للوضع الميداني ما شاء الله تبارك الرحمن في تقدم في جميع المحاور، سواء في عين زارة أو في صلاح الدين أو في الهيرة، والأمور 10/10 والأمور تمام الحمد لله، وفي تقهقر للعدو وتم أسر عديد من مجموعة كبيرة من أتباع المتمرد، مجموعة ذات رتب عالية تم أسرهم، وهدهم اللي كانوا يقصفوا في طرابلس في عاصمتنا الحبيبة، وقصف هدهم يقصفوا يتموا في قصف المدنيين. والحمد لله بالنسبة للمحاور ما شاء الله تبارك الرحمن، قصدي في تقدم الشباب معنويات عالية تبارك الرحمن، ومعنويات تعانق السماء، والحمد لله قصدي العدو في تقهقر، وبإذن الله وبعون الله حنلحقوه لعقر مكانه بإذن الله في الرجمة، والساعات القادمة بإذن الله حيكون الحشد قريب بإذن الله، والحمد لله على كل حال، وبإذن الله كونوا منتصرين، ونحب نطمن ناسنا وهنا في جميع ليبيا الحبيبة بإذن الله، وخاصة مدينتي مصراتة بإذن الله النصر قريب، وبعون الله حيكون ليه حساب بإذن الله، ونعم للدولة المدنية ولا لحكم العسكر، ونعم لبناء المؤسسات، وبإذن الله حننتصر والنصر طيب قريب. كيف هي أوضاع؟ الحمد لله، واليوم تم أسر مجموعة كبيرة منه، وتم حرق آليات الجايبين، وبإذن الله بإذن الله حنلاحقوه لعند الرجمة. سيد حسن، هناك أنباء يعني يتناقلها البعض حول فرار مجموعة من ميليشيات حفتر، خاصة التابعين أو الذين من أصول من المنطقة الشرقية، فرارهم وعودتهم إلى المنطقة الشرقية يعني عندما رأوا أن تم خداعهم، وأن أنهم استجلبوا بناء على معلومات خاطئة تقول لهم أنه سيتم دخول طرابلس يعني بشكل سهل، فما حقيقة هذه المعلومات؟ صار في انسحابات كثيرة، في انسحابات عندنا معلومات، إلا في عندهم انسحابات كثيرة، وبإذن الله هم جايين غزو لطرابلس وليس جايينها بالسلم، وبإذن الله حيتم دحرهم بإذن الله. وهو تو الحمد لله اليوم في تقدم ما شاء الله، قصدي أخذنا منهم مراكزهم اللي متمركزين فيها، وتم اعتقال طيب المجرم الذي كان يقصف عاصمتنا الحبيبة ويقصف المدنيين، وبإذن الله يتم ملاحقتهم إن شاء الله، وهم في تقهقر. طيب هنا نعم، لو تحدثنا حول الضربات الجوية التابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر التي تحاول استهداف تجمعاتكم سيد حسن كناوس، يعني هناك أنباء حول محاولات فعلا خاصة من الطيران الليلي، ويقال أن طيران ربما أجنبي، هل تتخذون تحوطات أو احتياطات معينة أو لديكم طريقة للتعامل مع هذا الطيران؟ بإذن الله هنتعاملوا معهم، وعندنا بإذن الله باش نتعاملوا معهم إن شاء الله، وبإذن الله حيتم إسقاط أي طائرة تدخل أجواء العاصمة بإذن الله. والطائرات التي تضرب في الليل هذه طائرات بالكامل أجنبية معروفة، قصدي في المدن الداعمة هذه، بإذن الله حيتم إسقاط أي طائرة تعامل معنا في الجديد، بإذن الله هنتعاملوا معها. طيب هل لديك أي رسالة تحب أن توجهها سيد حسن؟ هناك دعوات غدا للتظاهر في يوم الجمعة دعما لكم وللمقاتلين وللجيش لجيشنا الليبي التابع للمجلس الرئاسي، يعني هل لديك رسالة للحكومة لأي جهة للجهات المعنية؟ نحب نوجه رسالة لجميع الليبيين وجميع ربوع ليبيا الحبيبة هنا، ونقول لهم بإذن الله النصر قريب، وندعوهم أنهم يخرجوا في الساحات دعم لينا نحن، وبإذن الله النصر قريب، وبإذن الله دولة مدنية نعم. لا لحكم العسكر، وندعو الناس نبوهم يخرجوا دعم لنا احنا. نعم، ودعما للدولة المدنية. شكرا لك سيد حسن كناوس القائد الميداني، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر، ونرجو لك السلامة والنصر قريبا ولرفاقك إن شاء الله. أعود إلى ضيفي إبراهيم الفلاق المحامي والمستشار القانوني. كنا نتحدث سيد إبراهيم حول موضوع الشرخ الاجتماعي
وما هي الإجراءات ربما التي الكفيلة بمنع حصوله؟ يعني الآن هناك حرب دائرة، هناك دماء تسيل، ربما تحدث شحناء بين أسر أو مناطق أو جيران معينين، فكيف يمكن تجنب مثل هذا أو التخفيف منه أو علاجه؟ والله هو يا أخي الكريم الآن كيف ما حكيت لك، مسألة الشرخ الاجتماعي بالمفهوم المطلق مش موجودة، هي مجموعة أو شريحة أو طغمة فاسدة الآن انضمت لهذا المجرم. وهذه أشياء يعني مطمئنة، لو كانت مدن بأكملها، لو كانت أقاليم أو يعني كما نقول المنطقة الشرقية، حتى الناس اللي في المنطقة الشرقية ساكتين الآن وما قدروش يتكلموا، قد يكون هم مغلوب على أمرهم، الله غالب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنا أرى يعني لأنني متخصص في المجال القانوني، أرى أن يضغط المجلس الرئاسي نحو سرعة إحالة إجراءات محاكمة هذا المجرم ومعاونيه في القضاء الدولي، لأن المدة الماضية رأينا أن المهندس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي خاطب مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وطالب منه اتخاذ أو طلب منه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتح ملفات تحقيق في هذه الجرائم، خصوصا مسألة قصر طرابلس بصواريخ الجراد. هذا الأمر يعطي مؤشر على أساس أن القضاء الداخلي قضاء ليس يعني لا نستطيع أن نقول عاجز، ولكن إمكانية القبض على هذا المجرم والتحقيق معه داخل ليبيا هو أمر يكون يعني فيه نوع من الصعوبة، لأنه هو الآن متمترس وراء جيش وعصابات كبيرة مسلحة. فمسألة الضغط بالقضاء الجنائي الدولي هذه مسألة مهمة جدا جدا، لأن من شأنها وضع هذا المجرم المتمرد في حجم الحقيقي وإنهاء حتى الناس اللي معاه. يعني الناس اللي معاه كثيرين بمجرد ما يشعروا بسقوطه حيسقطوا معاه مباشرة بإذن الله، كيف ما حصل في سنة 2011 عندما سقط المجرم أستاذ هذا المجرم على طول، حتى الناس اللي كيف ما يقولوا اللي عنده رشادة لوحها، اللي عنده حتى سلاح وإلا كان في الميدان انسحب. لأن أنت الآن تواجه في إرادة شعب وتواجه في ثورة وتواجه في تغير حقيقي، فأنا أتكلم من الجانب الحقوقي القانوني الصرف مش الجانب الاجتماعي. قد يكون الأستاذ عصام الزبير ضيفك حقيقة أبدع في مسألة الكلام والحديث واحتواء المسألة الاجتماعية وكيفية التعامل، بحكم أنه رجل مختص في الإعلام، وكيفية التعامل مع هذه الأزمة وكيفية محو أثارها إن شاء الله في المستقبل. لكن أنا من هذا المنبر الإعلامي الطاهر وناشد المجلس الرئاسي وأخاطب الأستاذ فتحي بشاغة ومكتب النائب العام والمدعي العسكري العام إلى ضرورة الضغط في اتجاه إصدار أوامر قبض دولية على هذا المجرم ومجموعته على الأقل. يعني نبدو إحنا الآن نحاربه في شخص فاقد لشرعيته حتى بين جماعته، مش شرعيته، إحنا طبعا لا نعترف بشرعية له. فإن شاء الله تعالى عندئذ حيحصل فتور حتى في الناس اللي تأيد فيه، حتى حيقل أو حتخف وطأة هذا التأييد بإذن الله تعالى. يعني نعم، ابقى معي، سأعود إلى الملف القانوني سيد إبراهيم، خاصة أن وزير الداخلية أصدر يعني أمرا بالقبض على المدعو محمود مصطفى الورفلي المتهم بجرائم حرب أيضا والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. لكن دعني فقط أختم مع السيد عصام الزبير موضوع الشرخ الاجتماعي، وإذا كان لديك تعليق يعني طبعا تستطيع أن تعلق، لكن دعني أسألك فقط هذا السؤال. يعني الخطاب الإعلامي، يعني أن لا تجعل المعركة ما بين شرق وغرب، ما بين قبيلة كذا وقبيلة كذا، بين مثلا مصراتة والزنتان أو مثلا، يعني أن تكون المعركة بين قوى الدولة المدنية وقوى الدولة العسكرية والاستبدادية، حتى لا تحدث هناك يعني من أي مكان، سواء كانوا من شرق أو من غرب. هذا الصحيح، ويجب أن لا تصنف بهذا الاتجاه، لأننا حتى عندما نتكلم أن قوات حفتر هي من الشرق، هناك من ترهونة، هناك من المنطقة الغربية، وبدليل يوم بوابة 27 أغلبهم واضح من لهجتهم من المنطقة الغربية، ولذلك لا يمكن أن نجعلها بهذا الشكل وأن نصب غضبنا على برقة وعلى غير برقة. فيها رجال صادقين، فرجال خبراء وناس، والذين أتوا لنا من برقهم خيرة الناس، لا يمكن أن نتكلم في هذا الاتجاه. الذين أتوا نازحين تقصد؟ النازحين نعم، وليس أتوا غازين، ليسوا نازحين، هم مالنا. ولذلك أنا أقول أننا لا يمكن تصنيف هذه الحرب إلا حرب قوة كما تحدثت،
تنادي بالمدنية الدولة الحرية والمدنية والديمقراطية، وأخرى نعم. تريد أن ترجعنا إلى الخلف إلى العسكرتارية وإلى الطغاة. نعم. أنا أحيي القائد الميداني وأقول له كان الاعتقاد أن الحديث الذي دائما كان يتحدثه حفتر وكان يتحدثه حتى الخرف متاع هذا المسماري دائما كان يتحدث بأن سندخل طرابلس وهناك لدينا خلايا نائمة وسنكون وسنضرب وندك، هم اعتمدوا على ذلك واعتقدوا أنه 48 ساعة. الذين فروا وهربوا أغلبهم حتى تبعت يعني بعض التصريحات وبعض الكلام أنهم كانوا آتين لتأمين العاصمة بعد دخول حفتر لها، ولذلك كان يعتقد في 48 ساعة أنهم سيدخلون. طبعا حفتر هذا 2 ويكس قبل كان لما في بنغازي، الآن تحول إلى يومين، من أسبوعين تحول إلى يومين. وذاك الخرف الذي يتحدث بأنه يتابع من يومين تحول إلى أسبوعين. إيه. نعم. لا هو من أسبوعين قبل كان يقول بنغازي تحول. نعم. الآن في طرابلس إلى يومين، قالوا 48 ساعة ونخش له. وهذا كاين الخرف كان يقول هذا ظل القاعدة، هذا ظل القاعدة، وهذا حوايز مش عارف شني. أصبح يخرف هذا معاش، حتى الناس اللي تسمع فيه أنا استغرب زي زين طلل، استغرب أن يسمعوا هذه الترهات. إذا كان نريد أن يفسر لنا هذه المشاهد اللي جيبها، قول له فسر لنا هالغنائم اللي تشبح فيها الأسلحة الحديثة والأسلحة هذه، فسرها لنا، فسر لنا هالأسرى الذين أعطيتم لهم العين الحولة وما تعرفوهمش بكل. أنا أريد أن أرجع إلى النقطة التي قلتها وأحيي الأستاذ فلاق، لكني أثني عليه في قضايا كثيرة، لكنني أريد منه قضية قانونية هي يجب أن تتابع في الإعلام. قضية حنوجه العلاج إلى ثلاث نقاط. تفضل. النقطة الأولى هي نقطة التوجيه بالوعي، يجب إعلام هؤلاء الإعلاميين بالذات بدورهم الإعلامي الصحيح ووضعهم بأن الوطنية شيء أساسي، لا يمكن أن تقف بجانب الظلم، يعني تقف واضعا نفسك بعيدا وتقول أنا صحفي محايد. ليس الحياد أن تحيد عن الحق، الحق لا يحاد عليه، الحق هذا واجب عليك أن تقوم وأن تنور الناس وأن توضح للناس الأشياء الحقيقية. الشيء القانوني أي صحيفة تقوم أو وسيلة إعلام تقوم بالتحريض وبنشر الأخبار الكاذبة وتزييف الحقائق وأيضا التحريض على الشخصيات والدخول في أمور مثل التشويه والتشهير، عليها قضايا قانونية. يجب الناس أن تعلم هذه قضايا قانونية، حتى الذين يشاهرون الناس بالفيسرة موجود في القانون الليبي وموجود في قانون المطبوعات، يجب على الناس أن الآن تقوم بقضايا ضدها. وهذا يجب حتى في الفيس، لأن في ناس هلبة تتفوه وتسب وتشتم، وخاصة أتباع هذا المردل هذا حفتر هذا وأتباعها دائما بهذا الأسلوب، وبالذات سمحني فيها نقول أنهم من مدن المرج ومدن بعض المدن اللي ثقة به، وهذا الحق، هذا الحق لنا، هذا ما نراه، هذا ما نراه، نتحدث عن موضوع الشرق الاجتماعي. لا هو صح صح، احنا نبتعدوا حتى من طرابلس فيه. نعم. هذا ما نراه، ويضعون صور ويضعون روح من مدافعين أتدافع عن الباطل وتسب الناس وتشتمها وتريد الناس أن تقف معك، هذا يجب أن يحاكموا قانونيا، حتى في بيوتهم تصل إليهم شكاوى والدعوة حتى يعرفوا بعد ذلك معنى الكلمة التي يكتبها. بالرغم أنه لا يعلم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم بكل شيء، وهناك من يكتب يمينا ويكتب يسارا. أزيد على ذلك التعامل الاجتماعي، التعامل الاجتماعي لابد علينا أن نضخ كميات النصح والإرشاد والتوعية والتواصل الاجتماعي، وجعل هذه التصرفات الخبيثة ننبذها، التي لا تصبح لا يمكن أن نجعلها تصبح عادة أو سلوك، الآن أصبحت عادة وسلوك أن ترى شخص موجود في قناة وضدك، يا كلب حشاك يا حمار، يا وتبدأ تشتم فيه وتشتم فمه وتشتم في واحد. هذه ليست من سلوك الليبيين وليس من طباعهم وعاداتهم. أعتقد بالقانون نقضي على كل هذا الشرخ، وأعتقد بالقانون نصلح حالاتنا، لأن أصبحت حتى في حالات طلاق نقول يعني أصبح في انفكاك حتى في الأسر نتيجة هذا. وأنا أستغرب السياسية، نعم أستغرب المحتدمة بخلاف سياسي في حياتك الاجتماعية. نعم. لماذا هذا المصدق الخطير أن تدخل هذه الصراعات في طيب. بيتك وفي حياتك الاجتماعية؟ طيب. هو الأستاذ إبراهيم الفلاق يقول بأن التركيز على الحسم القانوني، ربما تفعيل الجانب القانوني قد يعني يحسم هذه المشكلة ويجعل صحيح. ويجعل الكثيرين ينفضون من حول حفتر وقادته. بالعودة سيد إبراهيم الفلاق إلى الشق القانوني أو الجانب القانوني، يعني صدر بيان عن وزير الداخلية يطالب فيه بالقبض على محمود الورفلي، ما أهمية هذا البيان وكيف يعني تعلق عليه بداية؟ هو الحقيقة اللي قام به معالي الوزير الأستاذ فتحي بشغة هو مجهود شبه مش عارف ايش الوصف اللي نعطيه، هو مجهود إضافي مشكور عليه. هو في الأصل
هذا الخطاب اللي موجه للجهات الضبطية ابتداء من جهاز المخابرات وأعتقد الردع و جهاز المباحث وإلى آخره من الأجهزة جهاز المخابرات والأمن الداخلي والردع وإدارة الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية. أشار في المضمون الكتاب أنه يخاطبهم بشأن التحري وضبط هذا المجرم محمود الورفلي وأنه عسكري. طبعا الأستاذ فتحي بشاغة على رأس وزارة الداخلية هو في الأصل هذا الاختصاص ينعقد للمدعي العسكري العام، لأنه هو شخص عسكري والجرائم اللي يقوم بها الآن جرائم يعني ينظمها قانون العقوبات العسكري، وهناك قانون العقوبات العام يعني تأتي نصوص تكميلية أو نصوص احتياطية في حال عدم وجود النصوص تغطي من قانون العقوبات العسكرية. فالحقيقة أنا مع إشادتي بدور الأستاذ فتحي بشاغة الآن حقيقة أفتقد بدور المدعي العسكري العام. يعني أنت الآن هؤلاء عسكريون، محمود هذا المجرم اللي مطلوب من القضاء الجنائي الدولي اللي قام بجرائم تصفية ناس أسرى على الملأ أو العالم كله يشاهد فيه عبر القنوات الفضائية وبدون محاكمات وبطريقة تنظيم الدولة الإرهابي، يعني حقيقة أمر مخجل. والمدعي العام الآن متفرج، فالدور اللي قام به فتحي بشاغة مشكور عليه، هو دور وطني، وهذه من جرائم البلاغ طبعا ليست من جرائم الشكوى، الأمر لا يستلزم فيها شكوى، ممكن أي إنسان يمشي يبلغ عليها يديروا فيها إجراء. ولكن الحقيقة احنا نفتقد دور القضاء العسكري في هذا الأمر وتحديدا مكتب المدعي العام. وأما عن جهود فتحي بشاغة هي جهود مشكورة وجهود رائعة جدا، وياريت طيب كل المسؤولين سيد إبراهيم الفلاق لو توضح لنا لو توضح لنا ما هي الإجراءات القانونية الآن التي يجب توظيفها، الأدوات القانونية الآن التي يجب توظيفها في مثل هذه المعركة والتي ربما تساعد على حسم هذا النزاع بشكل أسرع وأجدى وتنهي هذه الأزمة الليبية الحاصلة الآن وتبعاتها. بالنسبة لوجهة نظري الشخصية واللي نشوف فيه صحيح أنا، يعني قد يكون هناك قصور مني، الناس اللي الآن موجودين أسرى المفروض يتم فتح محاضر تحقيق معاهم، وهذه بأوامر المفروض تحصل من وزير الدفاع اللي هو رئيس المجلس الرئاسي أو بصفة القائد الأعلى يوجه الخطاب للادعاء العسكري ويفتح محاضر التحقيق ويضبط هذه الجرائم ويأخذ اعترافات، لأن اعترافات الأسرى قد تؤدي إلى ظهور جرائم أخرى قاموا بها مجموعة من ذلك مش معروفة، يعني أو على الأقل قاعدين عاقلين الآن أو مازالوا مظهروش على الإعلام أو ما شدهمش. تقديم من المحاكمة العادلة حتى نظهر بأننا يعني لسنا إرهابيون كما يصفنا الخصم والمسماري هذا البوق الذي يتكلم قاعدة ومش عارف تنظيم وكذا. طرابلس فيها دولة مدنية حقيقية، هناك بعض المشاكل لا ننكرها، مشاكل موجودة وهذه أشياء يعني مربوطة بأعقاب التوراة، دائما التوراة لها يعني ما خلي يسموها فوضى يا أخي، ولكن مش مسألة إن احنا نجي نسلم الحكم لشخص طاغي. هذا جانب فيما يتعلق بسرعة الإجراء، ما خليش الناس موجودة، وإن أنا عندي تعقيب حتى على هل مسألة التحقيق مع الأسرى، هل مسألة التحقيق مع الأسرى وتقديمهم للمحاكمة يعني قد يستغرق وقت طويل ربما حتى سنوات، وإلا هذا إجراء ربما يتم بشكل أسرع؟ هذه أشياء موجودة في قانون الإجراءات العسكرية وقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم العامة بشكل عام، ما هيش مربوطة يعني المدة حتى الموجودة مثلا حبس احتياطي أسبوع مثلا، هذه ما هيش مدة كبيرة. تقديم للمحاكمة، عرض على القاضي التمديد، هذه أشياء نظمها القانون. المشكلة في التكاسل. أنا عندي توضيح بسيط يا أخي الكريم، أنا عندي عتاب على الأستاذ، قد يكون ميتة طيبة هو رئيس المجلس الرئاسي في الإفراج الرئاسي في الإفراج عن مجموعة من الأسرى اللي قبضوا عليهم وأقل من 18 سنة. يعني الحقيقة قد يكون دأبة ونيتة، إنما الأعمال بالنيات، يعني على الأقل لتخفيف الوطأ أو لحسن النية للمناطق اللي ينتمونها الأسرى. لكن يا أخي راهو هذين ما 18 سنة مسؤولين جنائيا، الناس اللي من 14 ل 18 هذا مسؤوليته محدودة صح وعنده إجراءات خاصة وحدد، ولكن مش معقول أن نفتح الباب ويسدد على حالة. بقى يا أخي هذا من قالك مش مرتكب جريمة قتل؟ في ذنب الناس اللي ماتت؟ في ذنب الناس اللي جنها الصواريخ في طرابلس في الليل؟ في ذنب الناس اللي دمرت أرزاقها والناس اللي أتلفت أملاكها؟ حقيقة المفروض يحصل تريد، يحصل تشكيل لجنة أزمة، لجنة قانونية تكون عندها
هو أراد أن يظهر جانب التسامح ربما، يعني وكبادرة حسن نية ربما للطرف الآخر، أن إذا انسحب من المعركة فنحن يعني مستعدون أن 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 يعني نبادر لحسن نية مثلا. يا أخي الكريم، أنني بنوضح لك نقطة مهمة ويجب أن نتصل حتى لمسؤولينا اللي أخدموا على مسألة الإفراج. مسألة هذا نوع من العدالة التصالحية، قد يكون هذا ما يصبو إليه، لكن يا أخي العدالة التصالحية ما تجيش بدون ما تأخذ رأي مثلا المضرور أو ولي الدم. حتى في شريعتنا السمحاء لابد يعني أن يكون فيه ولي دم يسأل، هل هو حياخذ الدية ما ياخذش الدية؟ هذه مسائل تشريعية وأصول المفروض نرجعوا لها. كيف نفتح الباب ونقول تفقد امشي على حالك؟ يعني حقيقة أنا مش منعيب عليه، والآن مش وقت نحن نرفع جبهات على بعضنا، ولكن أنا أدعو السراج أستاذ فايز السراج أنه يشكل فريق قانوني خبير قديم، ناس عندهم خبرة في هذا المجال، ويسأل وياخذ ويعطي ويشكل. هم الآن في أزمة حقيقية، والله لو يخش هذا المجرم بجيش على طرابلس طيب حيبيدها وحيفتح السجون وحيسوي مشانق يا أخي. فهم لابد يكونوا عند يعني ياخذوا دورهم الحقيقي في هالأزمة، مش نفتح للباب ونسده. نعم. طيب هناك سؤال ربما مهم سيد إبراهيم الفلاق، وأريد أن أخذ رأيك فيه. يعني أولا، هؤلاء الأسرى ما هو توصيفهم في الحقيقة؟ هل ينطبق عليهم يعني أنهم أسرى حرب وبالتالي ينبغي معاملتهم كأسرى حرب، أم أنهم يعني كما يحدث في أي دولة خارجين عن القانون منقلبين؟ يعني الانقلابات تحدث في الدول، محاولة الانقلاب ويتم القبض على الخلايا التي أرادت أن تنقلب، هل هؤلاء يعاملون معاملة أسرى حرب أم كيف يعاملون؟ ما هو توصيفهم القانوني؟ هو ليس قتال بين دول، هو حرب داخلية، مش حرب داخلية، ولكن هو خروج مجموعة من العصاة أو من العصابات أو التوصيف التقسيم الشرعي اللي هم نعرفوهم بالبغاة في الشريعة الإسلامية. فهؤلاء عندهم أحكام خاصة حتى في مسألة الانقلاب على نظام الحكم والتمرد العسكري، لكن ما نقدرش نوصف أنه هو أسير حرب. الأسير الحرب اللي هذيك الحرب اللي ما بين الدول، يعني فهمت؟ لكن هذا اقتتال ناتج عن خروج مجموعة من المتمردين من البغاة من العصاة عن نظام الدولة عن نظام الشرعي، على الأقل الشرعية الواقعية اللي موجودة وفي طرابلس والحكومة المعترف بها من العالم واللي تعامل معها العالم واللي تخلص الليبيين واللي تبعت الممثلين الدبلوماسيين للخارج وإلى آخره. فالخروج على هذه الحكومة رغم اختلافنا احنا معها في بعض الجزئيات، لكن المسألة الآن يعني لا تسمح بالتمرد وفتح حرب في ليبيا، ولا ليبيا تتحمل أصلا حرب بعد الثورة، والآن مازالت الأرضية خصبة، يعني ما لم ترتاح الثورة الليبية أصلا من نتيجة تكالب أعدائها ونتيجة تكالب دول الشر. فبالتالي هم يعتبروا عصاة أو متمردين، وعندهم أحكام خاصة نظمها قانون العقوبات ونظمها قانون الإجراءات العسكرية فيما يتعلق بالعسكريين، والمدني طبعا نظم القانون العقوبات وعند الباب الأول والباب الثاني، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية. نعم. وهذه أشياء محسومة يا أخي، ما يعني هي المطلوب من الجهاز القضائي. نعم. سرعة العمل والتفاعل، يعني بس. نعم، المطلوب من الجهاز القضائي سرعة العمل والتفاعل، ربما هذا في الجانب الداخلي والمحلي. ماذا أيضا عن الجانب الدولي؟ ما هو المطلوب؟ هل فقط رفع قضايا في محكمة الجنايات الدولية أم هناك محاكم دولية أخرى وحتى محاكم الدول؟ وماذا عن الانتربول الدولي؟ وليتك تجيب باختصار في دقيقة ونصف لو سمحت. الحالة الليبية أخي الكريم محالة لمجلس الأمن من بداية الثورة وفق القرار 1970 بشأن حماية المدنيين، والآن المجلس الأمن أحال الحالة الليبية للمكتب المدعي العام في الجنائية الدولية ولرصد والانتهاكات الحقوقية والجرائم اللي نص عليها القانون الدولي ونظام روما الأساسي. والآن المسألة تحتاج ضغط من الحكومة فقط، يعني تحتاج ضغط، تحتاج احنا عندنا الدكتور أحمد الجهاني موجود في الجنائية الدولية مندوب ليبيا ويخلص بالدولار، ما رناش إلى اليوم طلع ولا تكلم، مانيش عارف أنا عايش في معزل عن العالم ولا كيف. يعني الناس يموتوا في طرابلس والشبابنا قاعدين يقتلوا من هالمجرم الخرف اللي قريب يوصل 80 سنة، والأستاذ أحمد هذا أستاذنا وراجل ضليع في القانون ومن مؤسسين يعني من قدام القانونيين في جامعة بنغازي، أنا ما شفتش ليه دور إلى الآن. هذا يا أخي نتيجة عدم وجود أنا توا والله ذكرتني بحكومة الإنقاذ
رغم بعض المساوي والعجز وبعض القصور كانوا يتحركوا ناس ويشتغلوا، وكانوا ناس يدافعوا على قضيتهم، وكانوا ناس يتعاملوا مع توار نعم. بنغازي ويحسوا بكل تائر في ليبيا. نشكرك. نعم نعم نشكرك سيد إبراهيم الفلاق. أريد أن أعطي كلمة أخيرة للسيد عصام الزبير للتعليق على مجمل هذا الحديث. والله أنا أحييك على اختيارك لعنوان هذه الصفحة المهمة، يعني هذه الحلقة المهمة جدا حقيقة، وأحيي حتى قدوم السيد الفلاق والسيد ضيفنا الآخر القنوص. سيد الفلاق أترى حقيقة الحلقة هذه بكل الأساليب القانونية، ووضح حتى البعد الدولي والبعد المحلي، وأنا أثني عليك على حسن الاختيار لعنوان الحلقة. على الزملاء الحقيقة. لا والله ترى هذا المشكلة، أغلبها تبدأ تبحث في الحروب ما تبحث في الوضع الاجتماعي. وهذا مدبين احنا ديما تكتر حتى عمليات كيف حل أزمة النازحين، وتجيبوا ناس من الهلال الأحمر وناس من الأسعاف وناس من اللي يساعد والمنظمات طيب. تساعد. لكن أنا هنا ونبي رسالة، بس رسالة في نصف دقيقة. وحي كل الجهود التي بذلت من الناس اللي تحركت لميدان الشهداء، وأدعوهم دائما للتحرك بصورة كبيرة جدا. الآن مصيرنا بين يد هذا الوضع الذي نعيشه، أبناؤنا على الأرض يسطرون الملاحم الكبيرة جدا جدا، الحمد لله بقلة السلاح، السلاح الذي من 2011 مع سلاح يتقدم جديد من عملاء السعودية ومصر والإمارات، وبدرجة كبيرة واضحة، وبخبراء فرنسيين. مع هذا ننتصر لأننا مع الحق. أدعوكم إلى زيادة العدد وزيادة التزاحم في ميدان الشهداء والدفاع عن الدولة المدنية بكل قوة. نحن نساندكم عالميا، حتى وإن وجدنا خارج الوطن وقلوبنا على الوطن، وما وجدنا خارج الوطن إلا من أجل الوطن. شكرا فالوطن لك. فينا ومنا ولنا. شكرا وأنتم لك. وأنتم شمعة هذا الوطن ووهج هذا الوطن، وأبناؤنا هم الذين يضحون بالغالي والنفيس لإرواء هذا الوطن بالحرية وبالدولة المدنية وبالقضاء على الدكتاتورية والطغاة العسكريين. أحييكم وأتمنى أن نجدكم أكثر دائما، كل جمعة أكثر من جمعة. نعم. والنصر بإذن الله قريب. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم الله أكبر. الله أكبر. شكرا جزيلا لك. الله أكبر ولله الحمد. شكرا جزيلا لك سيد عصام الزبير الإعلامي والكاتب الصحفي، كنت معنا هنا في الاستوديو. ونجدد شكرنا للسيد إبراهيم الفلاق المحامي والمستشار القانوني، كان معنا عبر الهاتف، نعتذر له لضيق الوقت. ونشكر أيضا السيد حسن كناوس القائد الميداني الذي تدخل معنا عبر الهاتف. الشكر موصول إليكم أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة ونلتقي بكم بعد قليل إن شاء الله. وحيدة اللي دارها بوحدة مجرم حتى وحد ليبيا.